دخلت فيكم دخول الأسود وألوتم عليكم علوا كبيرا أنتم الأنوار وأنا النور والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ورد الله الذين كفروا بجيزه لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين لقتالا وكان الله قويا عزيزا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يشمعون صدق الله العظيم الله اكبر بدأت بذكر الله مديها مقدما الله عليه وسلم وأوصيني بحمد الله شكرا معظما وأختم قولي بالصلاة وإنما أصلي صلاة تمله لأرض والسماء على من له على الأولى متبوأ نبي له في عدرة القدس منزل وهو إجاب لأملاك وهو مباجل أتى آخرا في بعثه وهو أول أكيم مقام لم يكن فيه مرسل فأبصت له الوجب لجلال توطأه على كل من يتلو مدعي يا مولنا مديه 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 رسول الله هو غاية لمنا سنا فاستنار لكونه من ذلك سنا بنور رسول الله أشرقت دنا فبنور كل يجيء ويذهب هو المصطفى المحبوب طبعا وقربتا تقدس ذاتا ثم قبرا وتربتا أقول وأنيه أوى ومحبتا أحب رسول الله شوقا وهزبتا ذلك لعل أوده لا أهله أليس الذي حاز لما فأخر والأولى بمعنى نص من أي الكتاب وما تلا وأن يداني في المكان الذي تلا أتم لوراجاء وأبو مولا له لمده يجلى وشفاعة تخبأ أولو البر والتكوى وآل الفضائل إصابة إشفاك وخير ونائل ثبت بقبول الحق من غير قائل أقرت لآيات له ودلائل يا سبه والطريق طريق لمبدأ ألم تر أن الله
ألم تر أن الله أوى أو إذ أوى بجاري إلى عيل المال الذي نوى فلما أديل لكرب من وحشة نوى أفاكي نبي من غمرت لغي والهوى ولا تيب ما أدوم ولا نجوم رجاء جزاء مطيعه الحرير وجنته فدا قول كفاري أصابته جنة فما هو إلا من جهنم جنة كذب إلا الورى فهو مذنة تروي صدى زلة تتفيه أهب النبي لهاشم يا محمد أجل الورى ذاتا وأصلا ومهتدا وأتيابهم نفسا واتوا لهم يدا وبله الرحمن نشئا ومولدا ما زال مما خالف الحق على كل فن فضل الله فنه بأنفر ذاتين لقويم وسنه فقد ساس إن ذا الخلق ترى وجنه عيد نزرع بالخلق تعلم بأنه تأرمد أبو يوشى ولا هو يوشى صلى الله عليه وسلم تيبان محمد كمبا